السلام عليكم ورحمة الله عزيزاتي متتبعات قناة مريمة، كنسلم عليكم وكنرحب بكم فيما كنتو. كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم الطريقة ديال اخذ المقاييس بالنسبة للجلابة اللي بغات تفصل الجلابة، وان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تفصلوها. المهم في الاول ضروري تعرفي تاخذي المقاييس، يعني غادي نبداو باخذ المقاييس. غادي نحتاجو في اخذ المقاييس ستيلو، قلم، وكذلك مذكرة فاش تكتبي، لانه المذكرة حسن حقاش الا كتبتي في شي ورقة يقدر يتضرو لك. المهم والسنتيم سنتيم. غادي نبداو بسم الله على بركة الله. غادي نبداو بالقياس ديال الكتاف. كيفاش غادي ناخدو؟ القياس ديال الكتاف كناخذوه من هنا لهنا، يعني من العظم ديال الكتف، وكندوزو سنتيم الفوق هنا، يعني هنا ما كنديروش سنتيم هكا ونشدوه، لا نديرو ليه هكا ونشدوه، لا يمشي سنتيم نيشان ونشدو من هنا لهنا. هيا يعني 38 سنتيم. غادي نكتبوها الكتاف 38 سنتيم. اما تكتبي ك بالعربيه هكا وتكتبي 38، او لا ديري يعني لي ديبول. دابا غادي نمشيو ناخذو القياس ديال الصدر. القياس الثاني اللي غادي ناخذوه هو الصدر. غادي ندخلو السنتيم ديالنا هنا هكا، وغادي نحطوه على اكبر بلاصة هنايا في الصدر. وضروري ضروري اللور، يعني ضروري السنتيم مقلوب، ضروري اللور يكون فيه مستقيم مع القدم، يعني بحال، يعني ما يكونش هابط بحال هكا، لا خاص ضروري يكون مقاد. يعني اكيد هادي ما كان ماشي بحال بنادم، يعني ونيت ما واقفاش مزكيه يعني كتبوزا. المهم غادي نجيو نديرو السنتيم بحال هكا، وغادي ندخلو هنايا كقاعده 4 ديال الصبعان. ضروري 4 الصبعان هنايا، يعني في اعلى بلاصه في الصدر، والسنتيم دائما كيكون فوق، يعني اعلى بلاصه في الصدر. وكندخلو 4 الصبعان بحال هكا، وكنشدو العبار هكا. هيا كما كتلاحظوا 107، هيا باش يجيك كيجي شويه، يعني كاينين الخياطه اللي كيديروا ليه بحال هكا كيوسعوا، يعني لا المهم 107 هي العبار ديال الصدر ديالها. دابا غادي نحطو هنا في المذكره ديالنا، غادي نحطو الصاد بالعربيه، يعني 107، وغادي نحطو بي اللي كيكتب بالفرنسي، يعني بي يعني لا بواتخين. القياس الثالث اللي غادي ناخذوه هو الكمام. الكمام غادي ناخذوه من الكتاف، يعني من فين خدينا الكتاف لحد فين حبسنا، فين خدينا الكتاف لتحت، تما اللي غادي نحطو السنتيم بحال هكا، وغادي نعبرو طول الطول اللي بغات السيده. يعني كاينين جوج احتمالات، يا يعني اما 3/4 او لا طول، او لا الكم كامل، يعني 3/4 هو داك اللي كيكون قصير، او لا الكم كامل. الكم كامل حدو هنايا، يعني دائما غالبا كيكون حد هنا. هاد المانكه ما عندهاش الكمام، غادي نعتبروا ان عندها 57 مثلا، 57 في الكمام. في القياس الثالث الا بغينا نكتبو، الا بغينا نكتبو بالعربيه، غادي نديرو ك والميم هكا، وغادي نديرو 57، وهنايا غادي نديرو ليمونش، يعني ليمونش هما الكمام، غادي نديرو ام. كنحتاجو العرض ديال الكمام، يعني شحال بغينا في الكم. وغالبا يعني على حسب واش بغيتيه دروا ولا ايفازي، يعني انا كندير فيهم يعني دائما 30 سنتيم بحال هكا، 30 سنتيم من غير 2 سنتيم ديال الخياطه، يعني 32، يعني 30 سنتيم من غير 2 ديال الخياطه، باش الا
تسد بحالك كي يولي يعني يكون كم عادي ضروة، يعني ما يكونش واسع وما يكونش مضيق. هنايا في المذكرة ديالي غادي نكتب عرض لكم، هذا ما كنحتاجيش اصلا تكتبيه لحقاش باين. المهم عرض لكم غادي نديرو فيه 30 سنتيم. القياس الخامس اللي كنحتاجوه، القياس الخامس وهو البيست، يعني البيست كناخدوه من هنا حتى الفين، كناخدوه حتى لهنا، يعني هو البيست هو الخصر، يعني كناخدوه من هنا، يعني من البلاصة فين الصمطة ديال السيدة، يعني من هنا. غادي نجي دابا غادي ندير هكا، البيست ديال المانكان ديالي هي 42، كتشدو هو من الفوق من جهة العنق، من هنا يعني من هنا من حدا العنق، يعني البداية ديال العنق، وكندوزو على الصدر، ضروري يدوز على الصدر، يعني هكا عاد باش كنشوفو الخصر فين جا. يعني هذا هو القياس ديال البيست، هاهو يعني 43. غادي نكتبوه هاد الخصر، غادي نكتبوه كرمز الخ، يعني انا كنكتب كتبتي وجارة حقاش ما مقداش. المهم كنكتب وانا واقفة. الخصر فيه 45 كما قلنا. المهم هذا انا دابا ارقام ماشي يعني غير ما كان، هادي غادي نديرو البيست، يعني بي رمز ديالها بي، يعني هذا غادي تحتاجيه في حالة ما اذا بغيتي ديري ايفازي، يعني الا بغيتي ديري ايفازي، فين ما غاديش تحتاجيه. الا كنتي باغا ديري جلابة دروا ما غاديش تحتاجيه. دابا غادي نمشيو للطول. دابا القياس الاخر اللي غادي ناخدو السادس وهو الطول، غادي نجي وغنشدوه من نفس البلاصه منين تشدينا، والسيده تكون واقفه النيشان، يعني في البيست وفي الطول ضروري السيده تكون واقفه النيشان، يعني ما تكونش واقفه وجهها ولا شي حاجه، وتجي نتي وديري السنتيم هكا هنايا، يعني في البدايه ديال العنق هنا فوق الكتاف النيشان، وتحطيه فوق الصدر، يعني فوق اعلى نقطه في الصدر كما قلت لكم دائما، وتمشي في السنتيم حتى لتحت، يعني حتى لتحت الطول اللي بغاتو، غالبا ما كيكون فوق الكوع، يعني اولا الكوع، يعني هذا هو الطول. المهم نتوما كل وحده شحال ديال الطول بغات دير. المهم هذه اول طريقه في اخذ المقاييس، وغادي نوريكم طريقه اخرى ديال اخذ المقاييس من على الجلابه اولا على شي بياسه، يعني كتوقع بحال هكا ظروف كتحتاجوا انكم يعني تاخذوا مقاييس لشي شخص يعني ما حاضرش، كيجيب لكم مثلا شي حد شي جلابه يقول لكم خذي لي مقاييس على هذه، بغيتها لشي سيده ما كايناش هنا، كاينه برا، كاينه مسافره، المهم بغيت نعطي عليها كادو ما تعرفش، من بحال هكا يعني مفروض اننا نعرفوا حتى هذه الطريقه. باش دابا غادي نديروا الطول، يعني الطول طا غادي نديرو هنايا العربية، يعني غادي ندير هنا مثلا 1.50 متر، يعني هاد المايكة عندي طويلة تبارك الله بزاف. غادي ندير هنايا لا لونغور، يعني ال صافي، يعني هادو هما المقاييس اللي كنحتاجوهم، وغادي نوريكم التطبيق ان شاء الله. يلا ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.